السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في الفيديو ده هحكي لكم قصة حب وزواج الفنان محمد فوزي والفنانة مديحة يسري في لقاء ليها، كانت بتحكي يعني ازاي اتجوزت محمد فوزي وايه القصة. هي قالت ان حلمي رفلة جالها في يوم وقال لها في عرض دينك اعملي لي معروف، احنا عايزين نكمل الفيلم. قالت له فيلم ايه؟ قال لها فيلم صباحه محمد فوزي. قالت له طيب وانا دخلي ايه؟ قال لها يا ستي بصراحة محمد فوزي بيحبك ويعني بس خايف يعترف لك بالحب ده عشان ممكن ترفضيه، وحتى الصداقة اللي بينكم ممكن تلغيها وتكرهيه، فهو مش عارف يلحن. فوقفنا الفيلم وفي 2 استعراض مكملوش لاني مش عارف ان هو مش عارف يلحن ومش قادر، اعصابه تعبانه جدا. فهو عايز بس وعد، سواء بعد شهر سنه سنتين، انك ما ترتبطيش بحد الا بيه هو. فهي قالت له والله يا حلمي طبعا فوزي صديقي صديق عزيز وكل حاجه، يعني انا مش رافضه، انما سيبولي فرصه عشان اغير احساس الصداقه الى احساس انه يبقى زوج، سيبوني المسألة دي شوية. المهم جه فوزي وراح لها البيت وكلمها، قال لها طيب لو انت ما عندكش مانع ممكن نلبس الدبل حتى، يعني طبعا احنا لبسوا الدبل لمدة سنة، وهو كمل الفيلم مع صباح وبعده عملنا فيلم نهاية قصة نهاية قصة، وبعديها اتجوزوا وراحوا قضوا شهر العسل في باريس. وبعدين قعد بقى يدلعها ويجيب لها حاجات وبتاع وكده. وبعدين وهما ماشيين في الشانزليزيه محمد فوزي قال لها اظن بقى انا كده مفيش حاجه ما عملتهاش وانتي مش نفسك في حاجه. فهي قالت له لا نفسي في حاجه. قال لها ايه هي؟ فهي قالت له نفسي اسمع قرآن. قال لها يا سلام بس كده؟ وهما ماشيين في الشانزليزيه اول كافيه او قهوه قابلتهم راح قالع الجزمه وقعد متربع على كرسي وقعد يقرا قران. بعد ما خلص قال لها ها نفسك في حاجه تاني ما عملتهاش؟ قالت له لا خلاص انت كده عملتلي كل اللي انا نفسي فيه وكل اللي انا عايزاه. طبعا دي قصة زواج مديحة يسري من الفنان الراحل محمد فوزي الله يرحمهم. أصدقائي الأعزاء، لو عجبتكم القصة دي أتمنى لايك ومشاركة للفيديو، ولو شفتوا قناتي أول مرة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتشجعوني إن أنا أعمل فيديوهات تانية. شكرا لكم أعزائي الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.